طبعا اليوم الفيديو حيكون مختلف. ذهبنا لأكبر منتزه عندنا في قطاع غزة، يعني هان عندنا في المنطقة. هنشوف قديش كبروا. طبعا قلنا حبينا ان احنا نفطر في مكان مختلف، جبنا طعمية او فلافل ب1 دولار، وجبنا ب1 دولار كعك او فينو. فقلنا احنا نفطر، جينا انا وادم وامير وزوجتي، طبعا راح تتمشى شوية في المنتزه، وقلنا احنا نشوف ايش نسوي، هيك نعرفكم ونفرجكم اللي هو المنتزه هيك شوية، وبعدين نقعد نفطر، وبعدين نروح نلعب على ايش؟ على ايش؟ على المراجيح. صح. على ايش؟ صح. يلا تعال نكتشف المكان. أنا شوف، طبعا هذا برضو نفس، اذا بتتذكروا في قناة يوميات مزارع فلسطيني الاساسية صورت لكم مكان واسع لحفظ مياه الامطار على القناة الثانية الاساسية. فهذه نفس النظام، نفس النظام يا اخوان زي ما شايفين، ولكن هذه ارض تربية فبتمتصها الموية. هذيك اللي احنا فرجيناكم اياها كانت بتمتصها اللي هو يعني بتروح على البحر مباشرة. تعي آدم شوف العشب مية. يا علي ندى مندي. أكل العشب والله حلو. علي ندى. تعرفوا جبنا جوا عظام وبعنا. زي ما شايفين هان الموية كانت أكتر من هيك، إذا بتلاحظوا كانت أكتر. ولكن الارض شرباها. تمام تعال نخش في الوكر هذا، صراحه منظر كثير حلو، اشجار هيك فوق وميه وسماء وارض ومناطق هيك يعني. طبعا العين بتتريح يا اخوان على اللون الاخضر، سبحان الله. طلع كيف طلع كيف الميه والخضار وال الخضار اوفر لايك فور. سبحان الله. تمام خلنا نشوف، في هناك جسر يا ادم، تعال شوف. هيو هيو جسر. وينه؟ تعال نطلع عليه، امشي. لقيت حفرجيكم منسوب المي لوين بوصل في البركه هذه. هل تعلم لو وقع فينا ايش راح يصير؟ لو وقع فيك، لو وقع فيك راح نتملم جدا. طلع طلع، كنا غاد تو عند البيت الابيض. بالضبط. طبعا لسه في جوا كمان، يعني هذا مش هو المنتزه، في لسه غاد، وفي كمان واحدة غاد يعني كبير كبير ما شاء الله المنتزه. لقيت حنلفها كبير، لسه في كمان منتزه نفس يعني في هان منتزه ونفسه هنا زي ما شايفين، ونفسه في كمان على الشقة الثانية، ونفسه في كمان على الشقة الثالثة. فكبير واسع واسع يا اخوان. برضه في كمان جسر غاد، هاي في كمان جسر. طلع كيف الارض كلها ندى 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 ندى، شايف؟ مويا 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 ما شاء الله. طلع 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 مويا، طلع النقاط يا الله، ندي عليها. هذا الشتاء؟ لا هذا ندى يا بابا، تيجي الغيمة. تعالوا تعالوا هان، تعالوا هان نشوف الجسر. يلا يلا يا شباب. جسر. ادم ادم، امير امير، تشيز. طبعا يا اخوان لبستهم بوات لانه يابا بحسب عليه. نسيت اقول لكم، طبعا زي ما شايفين في اللي هو ارقام هان بتحدد اللي هو منسوب المويه لوين بوصل، فتقريبا واصل معاهم لاخر اللي هو الماسوره. زي ما شايفين كل هذه ارقام بيعرفوا منها اللي هو البلديه لوين بتوصل اللي هو المويه، فبتهيألي مش حتكون واصله لعند بس لعند السلك، لانه هذه طولي. سبحان الله، هيك موية وخضار وشجر، منطقة ساحرة. تمام خلنا نشوف. تعي آدم آدم آدم، شوف المنظر هذا أحلاه، الشمس هيك وأشعة و... تطلع الشمس تو شفناها هيك نازلة. تحكي جاد؟ شكلك حتنضرب. لا تنزلش، بتهابل عليك. نزلت جاد؟ طب تعال فرجيني. والله سهل، لكن نلاقي على الجوم ولا ضفدع ولا هي، والله في تحت مساحة.
في تحت مساحة وفيها الموية و... ياي هان الصوت راقي، الصوت راقي. تمام خلنا نروح نفرجيكم في المنطقة الثانية. تعال يا أولاد، يلا يا أولاد، يلا تعال نشوف المنطقة الثانية. تمام يا إخوان، خلنا نشوف الألعاب غاد ونشوف المنطقة الثانية يا إخوان. تعال نشوف الألعاب، تعالوا يلا سبقونا اجروا على الألعاب. صارت المنطقة كبيرة كثير 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 ما شاء الله. في غاد لسه كمان منتزه ثاني ورا هذا. طبعا هان في أراجيح ومراجيح وألعاب وأشياء. في هان كمان بيت أبيض. طبعا في هان إنه يطلع عليه تشعلق وهيك. وهنا طبعا هذا ملعب لكرة القدم كمان. حلو، هاي الأولاد بيلعبوا كورة. وهنا رجيح. طبعا وأنا صغير كنت أجي، وأنا قد آدم كنت أجي ألعب هذه. كنا نلعب عليها اللي هو تكون أربعة أربعة وأربعة، يعني فريق مكون من أربعة، ثمانية مكون من أربعة وأربعة، أربعة يكونوا فوق وأربعة يكونوا تحت، وإحنا نكون نحكم اللي فوق وما نخليش حد يعني يطلع فوق. لعبة هيك كنا نلعبها زمان. تمام خلنا نروح غادي يا إخوان وهفرجيكو. يلا يا آدم، آدم لا يا بابا، هذا مركز، مركز شرطة. هان في مركز شرطة أو قسم. صراحة منظر كثير كثير ساحر للأمانة. الخضار هذا بريح العين يا إخوان، وهداء هدوء هيك ونسيم هيك. آدم أياك ماما. كم السلام ورحمة الله. طبعا فيها كمان ملعب، في قسم تاني ملعب بلاط بلعبه كبير واسع كمان. صراحة يا إخوان المنظر كثير كثير حلو. طبعا يا إخوان هذا هو منتزه المحطة. بيلعبوا كرة القدم هان. طبعا انا طفولتي كلها قضيتها هان وانا صغير، وقريب علينا، قريب على بيتنا يعني. طبعا في كمان غاد جسرين، هذا في كمان جسر غاد. تمام خلنا نروح على السريع نشوف اللي هو جسر الغاد يا اخوان. تمام يا اخوان وصلنا الجسر، وفي هان كمان منطقة للجلوس، وهذا هو المنطقة اللي احنا كنا غاد على الجسر غاد. صراحة المنطقة كتير كبيرة وحلوة. هاي فيها جسر، وفي كمان جسر غاد لمنطقة ثانية. مين زرع بندورة؟ مش بندورة هذه، عشب دار. لا عشب دار هذا يا بابا. تمام يا اخوان حنشوف لنا منطقة هيك نقعد فيها على اساس انه نفطر، وبعد هيك حاخذ الاولاد نلعبهم ونشوف كيف. خلكم معنا يا اخوان لو انتم مستمتعين، اتمنى تحطوا لايك تحت وتشتركوا في القناة وتدعمونا في القناة الجديدة. وبس خلنا نشوف ايش بدنا نطلع لكم ان شاء الله. ولك الارض مية. الاولاد ناموا. صراحة المنظر كثير فيو رائع جدا 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 يا اخوان. للامانة فيو رائع. تمام حنبدا نحن نحضر سندويشات على اساس انه احنا نفطر الاولاد يا اخوان. يا ريتك جبت سكينه معك يا ادم، مش عارف افتح الهذا الا واحده ولا ام. تمام حنحشيها ونطعم الاولاد. ادم تعال خذ يا بابا. طبعا حطينا له طعميه. يلا خذ. والله بروح العب بالك. خذ سمي بالله، اقعد غادو. يلا على الشمس، على الشمس اقعد. فوق وين الكلب؟ وين الكلب؟ والله امك شردت. ليش رجعتي؟ كلب؟ اقعدي. طب اقعد افطري. المرة شردت يا اخوان. شفتي؟ الكلب طلع لها شردت. خذ امسك، امسك يمين. امسك. تعال يا ادم هجم عليها يابا. ادم
تعال يا باخذ ضب لي اياها. تعال يا ادم ضب لي اياها. تعال كل هان يا بابا. سيب ماما تمشي، سيبها هضم عليها. تمام يا اخوان، حنفطر ونروح نشوف حنلعب غاد انا والاولاد. صراحة يا اخوان الفيو رائع والقعدة رائعة، الصوت رائع. وادم بده ضرب عشان الصوت المزعج اللي بتسويه، قربت لنا ام السالفة. الحمد لله الحمد لله. ليش سبتوني؟ سبوني يا اخوان. غاد سبوني واحنا قاعدين بنفطر، جاي يلعبوا. شوف تعبت انا وانا بمشي. لقيت كل هدول النجحات. شوف تعال نفرجيهم اللعبة وانا صغير كنت العبها. شوف طبعا يا اخوان وانا صغير كنت العبها هذه. شوف من مرة كنت زمان العبها وانا صغير. والله بتدقع. خذ امسك امسك. استنى امسك امسك الاغراض. خذ هدول. هوبا لقيت فلافل. قرصين. تمام خلنا اشرح لكم عنها. والله هي ما تغيرتش وانا صغير قد ادم بالضبط. كنا نيجي نلعب، كنا ننزل من هان ونطلع ونيجي هان، وكان في هانا زي زحليقة ننط عنها. وطبعا كان الفريق اللي تحت بده يطلع، احنا نكون كيف اربعة، واحد يكون واقف هان ممنوع يطلع، نقعد نخبط فيه هيك نخبط فيه ممنوع يطلع، واللي يطلع لنا من هان برضه ممنوع يطلع نخبط فيه. ونفس الكلام هانا، وكانوا يطلعون يبغثونا، يطلعون من الحلزونات هذه ويحصرونا هانا، نروح ننط نشرد من الزحليق اللي هنا، نشرد ننزل تحت، وهكذا وهكذا. كل ما احنا نطلع هم ينزلوا يشردوا. كنا ناكل علقة موت ونطعميهم علقة موت. الله ايام حلوة يا اخوان وانا صغير قد هيك ادم. بتذكر كان هان كمان زي ماسورة ننزل فيها دغري هيك من غير ما ننزل ادراج، زي هيك زحليق. الله ايام حلوة يا اخوان. ايام حلوة والله. تعال انزل يا ادم انزل. هاي الزحليقة زي تبعت الاطفاء. وينها؟ طبعا فيها كمان زحليق كنا برضو نلعب فيهم احنا صغار. مش عارف اذا حقدر اطلع. مش حقدر يا بابا اطلع. بدها مهارة. ايوه هاد زي هادي. كنا نمسك هيك فرجيهم يا امي. بس بعتنا كانت اكبر اللي غاد المنطقة هذيك. يلا انزل. 3 2 1. وي امان امسك بس امسك. طب هات مسك امسك هذيك كمان لا امير. طبعا في كمان هان زحليقه، وفي هان كمان، وفي هان وهان وهان. يعني ترفيه للاطفال، واخذت مني راقه. والله المنطقه هذه اخذت مني راقه. طبعا هان يقوي عضلات الاطفال، خلوهم يطلعوا ويمسكوا بحلقات وهيك. هاي قبر. لا يا بابا هذا زي تمثال. هذا حديد عشان ايش؟ انت بس انزل عليه. وي تمام يا اخوان، بهيك بنكون وصلنا تقريبا لاخر الفيديو. بعتذر انه الفيديو شوية طويل. انبسطتوا يا اولاد؟ طبعا يا اخوان حنقعد كمان نص ساعة وحنروح. طبعا حقفل معاكم انا الكاميرا. اذا عجبكم اللي هو المحتوى هذا اكتبوا لنا تحت في التعليقات نعيدها، ولكن نعيدها نجيب غدا ونيجي بعد اللي هو الظهر نتغدى تحت الاشجار.
وبعد اللي هو الغداء هيك نعملكم برضه هيك ترفيه ونشوف المناطق اللي ما شفناهاش غدي او هناك. تعال تعال يا اولاد، تعال ارجع ذكريات زمان، تعال تعال نسترجع ذكرياتنا كمان مرة. بسم الله، هو هو الدرج ما تغيرش من وانا صغير. تمام يا اخوان، بهيك بنكون معاك ووصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، انا لعجابكم اتمنى لكم اللي هو يوم سعيد، وشكرا للمتابعة للنهاية. صحيح بذكركم انه يا اخوان حابين لو اي حاجة حابينها اكتبوا لنا تحت في التعليقات نعملكم اياها. وكمان الشيء الثاني دعمونا باللايك والاشتراك، وكمان يا اخوان كتروا من التعليقات على اساس انه الفيديو يرتفع. وبس سلام يا اخوان، يلا يا اولاد سلام سلام، يلا مشي ننزل.